قايد ولا لا قايد مسكين مغرم على امره ولا سميتو. اذن هاد الناس هادو كاين دعم ديال الجماعات، كاين دعم الفلوس كيعطيوهم الجماعات ومجلس المدينه وداك الشيء، تيعطيوهم فلوس كاين اللي يسد عليها الروبيني داكور. الوغ هاد الرؤساء كلهم كانوا بداو غير من سلامه القرن من بعدو جا ذاك حلاك سلام تظن بانه ما تبرتش عليه. ما هذا هو اللي كان كيحرم في اكادير لا سميتو ونقز وصدق كتظن بانه عادي، كتظن بانه الرئيس الحسنيه اكادير ابو القاسم اللي صديق انا وحبيبنا مشى في اتجاه والرئيس كرئيس عصبه والرئيس الحسنيه اللي هذا مشى في اتجاه كتظن عادي. لا خصنا نوضحوا، لا ما يمكنش. ها كاين جديده كاينه كانت عندنا اتصالات مع مجموعه ديال الناس، مجموعه ديال الرؤساء اللي عندنا علاقات قديمه معاهم، وكيقول لك الغالب والله هذا باش يهضر معك بهذا هذا راه واحد اخر يقول له، ولكن لا وانا تفهمت الوضع ديالهم لانه اللي سد عليه الروبيني راه غالب والله. الناس كلها عندها مصالح مرتبطه داكور. الوغ ندوزو باش نقول لك الناس كاين الناس اللي هذا عارفين شكون من وراء السي الفاسي الفهري ومن وراء هذا والاستمراريه وهذا الشيء كلشي راه كيعرفوا بلا ما ندخلوا للاحزاب بلا ما ندخلوا لزميتو زي لانه الا زدنا شويه غادي هذا الوقت نفضل بلا ما ندخل في الاسماء. بينما مسؤول ديال علينا اللي دعمنا بكل صراحه كان كيحاول يوجد صيغه، هو السي حميد شباط كان كيحاول يوجد صيغه لانني قبل كل شيء مرشح ديال المدينه ديالو وحاول يدعمني لا حق مشروع لانه الوحيد اللي بينما جوج ديال الرؤساء ديال المغرب الفاسي والوداد الفاسي الوقت فاش طاحت اللائحه اللي مع السي القنبي التحقوا بالسي اكرم اوتوماتيكوم ما يبقاوش جالسين، ولكن حاول يدعمني حاول يوجد لي الارضيه ديال هذا ودخل من اجل الاقناع. وانا بكل صراحه هذاك الراجل كيتعاون يمكن في المجال السياسي شيء ولكن في المجال الرياضي كيدعم الفرق ديال المدينه كيدعم التظاهرات الى اخره. اذا الوقت فاش اتصل بيا قلت له انا كان من المصلحه ديال 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 الوطن انا مستعد للتوافقات اللي ما كانتش اللي كتماشى مع المبادئ ديالي، ما يمكنليش نمشي ضد المبادئ اللي هذا. اذا انا قلت لك 12 قسمين ديال الليل 12 قسمين سالينا هنا راسك يمكن لك تفهم شي حوايج. وانا بكل صراحه ملي تطلب مني قلت له انا بالعكس السي الفاسي الفهري الى عندك الاغلبيه مرحبا انا غنمشي بغيت نجيب الصوت ديالي ونخرج مرفوع الراس. حنا ما عندناش وزراء، حنا موظفين، فلم يتحمل الوزير مسؤوليته كوزير لانه دائما ولي يعني ولي الامر ديالو اللي جابو لهذيك الوزاره حتى كيتشاور معاه تيقول له خلي الامر كما هي. هذه حكومه غير مسؤوله، ولهذا كنعتبر بانه كون كنا في دوله ديمقراطيه ومازال تنقول حنا ماشي في دوله ديمقراطيه تيخص هذه الحكومه تقدم استقالتها كلها. ولهذا انا تنقول بان الاخطاء ديال الوزاره ثابته لانه عدد ديال التجارب. ونعطيكم مثال واحد عنده عده سوابق كيلعب البوكير، يعني رئيس عصبة عندنا حجاج كيبيع اللعابة كيدير فلوس في جيبو، درنا خبرات وثبت على أنه كيختلس المال الكروي، وبلغ إلى علمي أن هذا الشخص قال على أن 500 مليون سرقوها له ديال فلوس الجميع، ما كايناش في التقرير ولكن كان معلومه كاينه، انا عندي هذه المعلومه. وتيخص الجامعه المنتهيه ولايتها يقولوا لنا 500 مليون فين مشات؟ قال بانه تسرقت عصابه داتها له، ما كاين لا ملف في المحكمه لا والو، وصافي دوزوها له. الوزير كلف لجنه اللي كانت كتواصل مع اللجنه ديال الجامعه
ما كانش الوزير مع الرئيس كيتواصلوا، كانت لجان، لجنه فيها جوج ديال الناس من الجامعه، جوج الموظفين من الوزاره، وهما اللي عملوا على تهيئ او تعديل القوانين ديال القوانين الاساسيه اللي تعرضت في الجمع العام الاستثنائي. اذا ما يمكنش لو كان تتبع عن قرب ديال هذه الشهاده تيد هذه ما كناش نوصلوا، انه الرئيس الجامعه غائب والوزير يل ديليغ لي بوفوار الكاتب العام ولا هذا. اذا النتيجه هي هذه، انا تنقول بان الجميع يتحمل المسؤوليه اليوم، لا وزير ولا رئيس. المهم حنا امام منعطف او مشكل فظيع اللي ادى بنا لهذ الهزه اللي تعرضنا لها. الوزير كيتحمل جزء من المسؤوليه والرئيس كيتحمل جزء من المسؤوليه، ولكن كانت اللي اكيد في هذا الشيء كله كانت سوء النيه. سوء النيه هي اللي تحكمت في هذا الشيء هذا. كل واحد كيبغي داك البراد فيه، كل واحد كيبغي يجر لجهته، والخاسر الاكبر في هذا الشيء هي الكره الوطنيه. بالنسبه للشغب، الشغب الكبار، هذا الشغب الكبار، شغب المسؤولين الكبار. كيف قبيله قلت لكم، انا تعتقد بانه هاد الناس هادو اللي مورطين في هذا العمل اللي ساء ومشى في الفضائيات ومشى في المواقع، خصهم يتوقفوا مدى الحياه. ندوزوا ليطاب اللي موراها، ما كانش الامن داخل القاعات، كانوا اصحاب العضلات اللي هما من تدبيرهم هما اللي كيأديو لهم. واش غادي يحاصروا الناس ديالهم؟ كل واحد كان داير الناس ديالو، راه واخا كلهم مجموعين ولكن كل واحد كان عنده الفريق ديالو اللي كيحميه. كيديروا الشغب والحمايه ديال الشغب وشي كيحمي شي. راه كانوا تماك واحد المجموعه ديال مجموعات وكل مجموعه عندها الناس ديالها. اذا هادو ناس كانوا مهيئين للشغب ومهيئين لمجموعه ديال الاشياء اللي المسلسل طال مشى 14 ساعه. على اعتبار ان الوزاره مسؤوله على اعداد القوانين. اذا في العضو الحكومي هو كيراقب القوانين باش تكون ملائمه للقوانين ديال القوانين الدوليه ديال الكره. ثم الحضور ضروري لمراقبه المال العام، لان اغلب الداعمين هي مؤسسات عموميه، وهذا لا يمكن اعتباره خارج المراقبه الماليه ديال المفتشيه العامه ديال وزاره الشباب والرياضه. من حقها انها كتعطي اموال دائمه، من حقها انها تعرف اين صرفت. هذا حضور، نوع ديال الحضور. كذلك الحضور السياسي، هذه السمعه المغربيه هي تلتخات الان. فالسياسه الحكوميه في مجال الرياضه يعني تشجيع العمل الرياضي، تشجيع الى بغيتي نقولوا تخليق الحياه العامه في الرياضه ودمقراطاتي. الحكومه مسؤوله على الدمقراطه. لما لاحظت راه وزير رئيس الحكومه طلب من وزير الشباب والرياضه يدير له تقرير، خصو يقول له بان راه ما كانتش ديمقراطيه، وفين هو التخليق وفين البرنامج الحكومي وفين كذا. ولذلك الاستقلاليه ديال الجامعه يعني خص كما قال الوزير في البرلمان انه قعدت التدخلات ديال الطابور الخميس، يخص البحث الان. هذه مساله جنائيه، لان المبدا العام هو ان الجامعه مستقله، ستكون مستقله على جميع الاجهزه. يعني حتى الحضور كما قال السي اقصبي كي حضور الشكلي لمعاينه ما جرى الجمع العام، ولكن ما وقع في الجمع العام ديال السب وديال يعني تكسير ممتلكات عامه، يعني حقيقه انه تيخص هذا ملف، خاصو يتفتح ملف جنائي لمعرفه الجنات ومن يتربصون بالرياضه والاساءه اليها، لان الناس كيعشقوا الرياضه فهذو كيكرهونا في الرياضه مع كامل الاسف.